السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنرحب كذلك بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما كيساعدون القناة، أدعوهم باش يشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالهم باش توصل أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 4، فرد من فروض النشاط العلمي اللي كيخصوا المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية، المستوى السادس ابتدائي، وقلنا مادة النشاط العلمي. صافي، اذا اللي باقي ما تفرش في الفروض اللي ديجا درت في القناة، درت مجموعة من الفروض اللي كيخصوا المستويين الخامس والسادس. بالنسبة للسادس درت النشاط العلمي ثلاثة ديال النماذج، وهذا هو النموذج رقم 4. وبالنسبة للغة الفرنسية درت جميع الأنشطة ديال اللغة الفرنسية، غادي تلقاوها في الديسكريبسيون، غادي تلقاو بزاف ديال ليا، دخلوا ليهم وتفرجوا بتأني الفرض وإن شاء الله غادي تفهموا. مرحبا بكم. إذا في هذا الفرض عندي ثلاثة ديال الأنشطة، نشاط باللغة الفرنسية وجوج ديال الأنشطة باللغة العربية. نبداو بالنشاط رقم واحد عليه خمسة ديال النقط. إذا تم تشغيل الأجهزة الكهربائية التالية في آن واحد لمدة ساعتين. إذا عندي بزاف ديال الأجهزة هنايا، خمسة ديال الأجهزة شغلناهم في آن واحد يعني في توقيت واحد. صافي، إذا هنا عندي الجهاز في هذا الجدول وهنا الطاقة المستهلكة. إذا بالنسبة للمدة، المدة ديال التشغيل هي مدة ساعتين، جوج ديال السوايع. مزيان، إذا عندي مصباح عادي شحال استهلك؟ استهلك 0.5 كيلووات باغ أور. المكواة استهلكت 1.2 كيلووات باغ اور. شاحن الهاتف استهلك 0.01 كيلووات باغ اور. بالنسبه للغساله استهلكت 2.3 كيلووات باغ اور، والتلفاز 0.25 كيلووات باغ اور. اذا هادو هما الاجهزه وهذه هي الطاقه المستهلكه. طب السؤال الاول، ما هو الجهاز الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه؟ شكون هو الجهاز اللي كيستهلك بزاف هاد الطاقه الكهربائيه؟ واش هو المصباح العادي ولا المكواه ولا الشاحن الهاتف ولا الغساله والتلفاز؟ اذا انطلاقا من ماذا غادي نعرفوا هاد الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه؟ غادي نمشيو عندك الطاقه المستهلكه، هنا 0.5، هنا 1.2، هنا 0.01، وهنا 2.3، وهنا 0.25. اذا اكبر طاقه مستهلكه هي اللي هذه، هي اللي كاينه هنا، اذا هي الغساله. اذا الجهاز الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه هي الغساله. اذا الغساله بقيمتي، إذا الغسالة هي أكثر الجهاز استهلاكا للطاقة الكهربائية بقيمة ماذا؟ بقيمة 2.3 كيلووات باغ أور. إذا القيمة ديال 2.3 كيلووات باغ أور، 2.3 كيلووات باغ أور كتمثل كم من واط؟ إذا كتمثل 2300 واط باغ أور. صافي، واط باغ أور، لأنه عندنا الكيلووات والواط هما الوحدات ديال الطاقة الكهربائية. ندوزو للسؤال الثاني، حدد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال هذه المدة يعني ساعتين. شنو هي الكمية ديال الطاقة المستهلكة؟ حنا عرفنا الطاقة المستهلكة بالنسبة لكل جهاز هما هادو، يعني يكفي أن أجمع هذه الطاقات المستهلكة. صافي، هذه الطاقات المستهلكة خصني نجمعها. صافي، إذا كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت هي نقطتان. إذا ندير المجموع، إذا ندير 0.25 هي هذه ديال التلفاز كيلووات باغ أور، زائد 2.3 كيلووات باغ أور، زائد 0.01 كيلووات باغ أور، زائد 1.2 كيلووات باغ أور، زائد 0.2 كيلووات باغ أور. هادشي هذا غادي يجمعوه، يعني هاد الطاقات هادو الطاقات المستهلكة غادي يجمعوه، غادي يعطينا 4.26 كيلووات باغ أور. وهذه هي الطاقة المستهلكة خلال ماذا؟ خلال ساعتين في هذا المنزل هذا. إذا هاد بالنسبة للأجهزة اللي كاينين هنايا استهلكوا لنا 4.26 كيلووات باغ أور. صافي، 4.26 كيلووات باغ أور. بالنسبة للسؤال الثالث، شوفوا السؤال الثالث، احسب كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين. إذا هنا غنتكلموا على الكلفة، يعني شحال غادي يخلص هاد الشخص اللي عنده هاد الأجهزة مشغلين لمدة ساعتين. خلال ساعتين، علما أن ثمن الكيلووات ساعة الواحد هو 1.06 درهم. إذا ثمن الكيلووات والكيلووات الواحد شحال؟ هو 1.06.
يعني واحد فاصلة أو لا عفوا مثلا 1 كيلووات. نعم 1 كيلووات شحال كيمثل؟ كيمثل 1.06 درهم. إذا هذا هو الثمن ديال 1 الكيلووات. شحال عندنا ديال الكيلووات حنايا المستهلكة؟ هو 4.26. إذا 4.26 كيلووات باغ أور شحال كتمثل من درهم؟ يعني شحال كتمثل من درهم؟ إذا باش نعرفو خصنا نديرو العملية الثلاثية. إذا باش نعرفو هنا الثمن أو لا الكلفة ديال الطاقة الكهربائية، يكفي أنني نضرب هذه، يعني غادي نضرب داك الكمية ديال الطاقة المستهلكة خلال ساعتين في هذا البيت مضروبة في الكلفة ديال كيلووات واحد، يعني 4.26 كيلووات مضروبة في 1.06 مقسومة على واحد. صافي مقسومة على واحد، إذا 1 كيلووات باش غتخرج لنا بالدرهم، لأن هاد الكيلووات هادي غتمشي مع الكيلووات هادي غتبقى لنا الدرهم، وحدة الدرهم. صافي إذا شحال كتساوي لنا الكلفة؟ إكس كتساوي شحال؟ تساوي 4.51 أو لا نقولو 52 درهم. صافي إذا هادي هي الكلفة. إذا غنقولو هنايا كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة، إذا الكلفة هي ماذا؟ هي 4.52 درهم. صافي هي هذه هي الكلفة. ندوزو للتمرين الثاني أو النشاط الثاني اللي هو أون فرونسي. غولي شاك إتيكيت أ سا سينيفيكاسيون، إذا لي زيتيكيت هما هادو والتفسير ديالهم أو التعريف ديالهم هو هذا، غادي نصلو بسهم. صافي دونك لا بخيداسيون اللي هي الافتراس، يعني هي علاقة غذائية داخل وسط بيئي. لو ميتواليزم اللي هي التعاون. لو بارازيتيزم التطفل. لا كومبيتيسيون اللي هي التنافس. إذن هادو هما أربعة ديال العلاقات غذائية موجودة داخل وسط بيئي. التعريف الأول لو بارازيت في سور لوت، يعني المتطفل يعيش على المضيف. إذن هنايا علاقة ديالاش؟ علاقة ديال التطفل. Donc le parasitisme, c'est le parasite vit sur l'hôte. Les êtres vivants se disputent les ressources. كائنات الحية يعني يتنافسون ولا يتقاتلون على ايش؟ على الغذاء ولا على المسكن ولا على دونك هنايا التنافس، دونك لا كومبيتيسيون. Donc la compétition, les êtres vivants se disputent les ressources. Les deux êtres vivants cèdent. الكائنين الحيين يتعاونان. Donc les deux êtres vivants سد، ستادير التعاون هادي، لو ميتواليزم، لو ميتواليزم سي لي دو زيتر فيفون سد. ندوزو هنايا بقات لينا لو بريداتور مونج لا بخوا، يعني المفترس ياكل الفريسة. صافي هادي كاينة في العلاقة ديال الافتراس. صافي العلاقة ديال الافتراس. دونك لا بريداسيون لو بريداتور مونج لا بخوا، لو ميتواليزم لي دو زيتر فيفون سد، Le parasitisme, le parasite vit sur l'hôte. La compétition, les êtres vivants se disputent les ressources. Nous avons maintenant le nashat raqam 3. Tabou maaya. إذا أجب بصحيح أو خطأ. هنا إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة سأكتب خطأ. العبارة الأولى توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط. إذا الطاقة الكهربائية المنزلية عندها استعمالات عديدة من بينها الإنارة، وكاين كذلك استعمالات بالنسبة للأجهزة الكهربائية، الماكينة الصابون، التلفاز، الغسالة، ليزامبريمونت، الكمبيوتر، إتسيتيرا إتسيتيرا. دونك هنايا عبارة خاطئة، خطأ. العبارة الثانية تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلووات ساعة. الطاقة الكهربائية الوحدة ديالها هي الكيلووات ساعة أو الوات ساعة، إذا صحيح. نعم تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء. نعم إذا هو قوة الماء، قوة ديال الماء هي عامل أساسي في توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من المحطات الكهرومائية. صافي إذا نعم عبارة صحيحة. صافي إذا توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية للإنارة فقط صحيح، تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلووات ساعة صحيح، وتنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء صحيح. إذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو اللي كان كيخص المستوى السادس ابتدائي مادة النشاط العلمي النموذج رقم 4. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.